ويسأل وضع المال في المصرف، في المصرف الذي تحرى فيه معاملات ربوية، هذا ما يجوز، ما يجوز الاستثمار في بنوك الربا، ما يجوز الاستثمار في بنوك الربا. أما وضع المال للحفظ فقط بدون استثمار فلا بأس به للضرورة. وغسل الجمعة هل يرفع الحدث الأصغر؟ نقول هذا مع النية، إذا نويت دخول الوضوء مع غسل الجمعة فإنه يحصل هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.